والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشد الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صباح الخير، صباح الورد، صباح الأنوار. حياكم الله معاي فيديو جديد ويوم جديد. لايك صغير يشجعني ويدعمني، وجيبي حاجة تشربينها وتعالي. اليوم بإذن الله تعالى بوريكم المطبخ حق بيتي، بس المطبخ ما راح أوريكم البيت، لكن بوريكم المطبخ وأنا كذا واقفة على يمين المطبخ. ورايكم عندي مهم جدا، بسألكم بأشياء كثيرة أنا متحيرة منها. خلاص شوفوا، أنا واقفة كذا بالصالة، وآخر الصالة على اليمين هذه الصالة كذا، تمام؟ آخر الصالة على اليمين هذا مطبخي. خليكم من الحوسة والزبالة اللي بالأرض، لسه ما نظفوا الشقة لأن أمس الدهان تشطب، تمام؟ فخليكم من الحوسة، هذا كله يبغى يتنظف، أو اللي على الجدران أو أي شيء، هذا كله لا، في شركة تبغى تجي اليوم تنظف الشقة كاملة. أنا ما بغيت أوريكم إياها كذا، لكن أنا مضطرة لأنه في عمال جايين اليوم، بكرة يبغون يفكون مطبخي، ولازم اليوم نسلم مخطط المطبخ التفصيل. فباخذ رأيكم ببعض الحاجات اللي أنا محتارة فيها. طبعا زي ما تشوفون بنات، شوفوا حجم المطبخ عندي 4×4، تمام؟ في ماسة صغيرة هنا، يعني المطبخ أمريكي وأصغر من مطبخي أكيد. يلا ندخل كذا على بركة الله ونشوف. شوفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا شكل المطبخ بالكامل. خليكم من مكان المغسلة هنا، هذه عادي نقدر نمدد لها وتصير هناك، حاجة مي مهمة أبدا، فهميني؟ يعني مكان المغسلة ما عليكم، إنه أصلا إحنا نبغى نغيره ما نبغاه هنا. لكن أنا محتارة بنات بمكان الفرن. أنا كنت مخططة أن الفرن يحط هنا، شوفوا كنت مخططة أن الفرن يحط هنا، لكن مع الأسف الشفاط بعيد. شوفوا الشفاط وين، هذا الشفاط، الشفاط مرة بعيد. وبرضو كمان لما بحط دروج، يعني فرضا أنا بحط دروج كذا بيقطع علي المكيف، ولو بحط المكيف الفرن تحت الشفاط يعني بالمكان هذا، خلاص بيطلع المنظر مرة سخيف. الدرجة بيجي كذا، بعدين درج واحد، بعدين يقطع المكيف، لا بيطلع المنظر مرة مو بحلو. طبعا ما في مكان لتمديد المكيف، مكيف سبلت، فقلنا خلاص يعني على المكيف الشباك. فأنا بنزلكم التصميم اللي أنا رسمته في راسي، وأنتم عطوني رايكم، حلو؟ عطوني التصميم حقكم. أنا حطيت المكيف هنا، هنا اخترت يكون المكيف تحت الشباك مباشرة، بحيث انه ما يقطع علي، يعني يبدا من هنا الدرج. هنا انا صممت الفريزر راح احطه بالمخزن، ما راح احطه بالمطبخ. عندي مخزن ما شاء الله كبير، وخلاص الفريزر والمخزن. هنا بحط الثلاجه ودرج التوابل فقط، ما راح يشيل اكثر من كذا، تمام؟ بعدين يبدا المطبخ جاي كذا 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 متصل كامل. هنا بيجي المجله، وعلى يمينها جلايه الاطباق، بعدين كذا كذا خلاص. وهنا راح يكون الفرن، الفرن راح ينزل، أنا الفرن عندي عالي بنزله تحت، فهميني؟ يصير تحت مو فوق. هنا ما راح أحط دروج علوية، خلاص هنا بيكون رف التوابل والبهارات، والدروج العلوية تبدأ من اليمين كذا، تبدأ كذا وبعدين توقف من عند المكيف، بعدين تكمل كذا 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 وتوقف هنا بالضبط، لأنه هنا في درج زاوية حق الثلاجة، فهميني؟ فأعطوني أنتم آراءكم بنات، خلوني أشوف رأيكم، اقتراحاتكم، تمام؟ خلكم من الأرض وما الأرض، هذا كله راح يتنظف وراح ينغسل. اليوم شركة جاية تبي تنظف البيت كامل، تشيل كل هالدهون اللي على الجدران وتغسل البيت كامل مكمل، لأن البيت يعني أنتم على شوف عينكم، أنا ما يحتاج أتكلم. والمغسلة خليكم منها، فأعطوني اقتراحاتكم. أنا قلت لأبو سارة، قلت فينا نحط المجلة هنا، يعني المجلة يصير هنا، تمام؟ والجلاية تصير جنب المجلة، وهذا الركن يصير كله للمجلة، حلو؟ وعادي الثلاجة تروح هنا، الثلاجة الطويلة تروح هنا، ووزع الكهربائيات على اللي أبي، والفرن يصير تحت، ما أبغى المجلة يصير تحت المجلة، ما أبغى الفرن يصير تحت المجلة. برضو كمان حاجة ثانية، الفرن أنا مستحيل أحطه تحت الشباك، هذه حاجة مستحيل أسويها. ليش؟ لأن الشباك يسحب دهون
واخاف الشبك حق الشباك يتوسخ، فهميني؟ يعني هذا الشباك اليوم تبغى تيجي شركه يا بنات تبي تغسل الشباك كامل، لان الشبابيك شوفوا الشبابيك يا بنات معدومه معدومه، هذه تطلع على الحوش حقي، الشبابيك يا بنات معدومه من قلب معدومه، لازم لها غسيل، تمام؟ فهل يقولكم عاد؟ ابغى رايكم، اعطوني رايكم وخلوني اسمع رايكم واشوف وجهه نظركم، انتم ايش رايكم بالموضوع؟ يعني رايكم مره مهم عندي. طبعا السخان هنا بس ما تفرق، لانهم بيمددون لي مي، بيمددون بيضبطوا لي اياها زي ما غسلت اللي فوق، شفت اللي فوق؟ قال لي رجلي ما عليك، بيضبطون لك، يعني بيمددون لك مواسير من تحت، كل حاجه بيزينونها لك. مكان المغسله عادي، مكان الفرن اقدر احطه هنا ما في اشكاليه، بس ما في مروحه شفط الله هنا، ما يصلح. الشباك يصير، المكيف يصير، يا يصير تحت المكيف او يصير تحت مروحه الشفط. طيب ممكن تقولون يوم ساره حطي هنا، ما ابغى احط دروج انا فوق الشفاط فوق الفرن، ما ابغى دروج، ابغى يصير مفتوح على طول مروحه الشفط عشان الدهون تطلع فوق، فهميني؟ هنا شوفوا كان في درج هنا، تمام؟ شوفوا كيف عامل مجمع دهون مره يعني، فلا ما ابغى كذا. طبعا مروحه الشفط هذه كلها راح نكبها بالزباله، بنجيب مروحه جديده. فاعطوني يا بنات وجهه نظركم، وجهه نظركم حيل مهمه عندي، انا والله محتاره بالفرن، انا ما ادري وين احطه. وزي ما قلت لكم يا بنات الفريزر لا تشيلون همه، الفريزر ما راح احطه بالمطبخ عندي، الفريزر من البدايه بالمخزن. طبعا ودي اوريكم البيت وراي، لكن خلوها في وقتها باذن الله، ارجع ورا تشوفون تصميم المطبخ. حلو. طبعا على اليمين، انا يميني على طول مسترجع، على طول على يميني وراي الصاله. فالمطبخ ترى مو بصغير، بس شوفوا من هنا كمان في زاويه، شايفين الزاويه السداسيه هذه يبغون يقصون فيها الرخام، سالفتها سالفه. المهم انهم بكره خلاص، اليوم اخر يوم المطبخ ببيتي، بكره يبغون يجون يفكون المطبخ، فانا محتاره ومره باخذ رايكم في هذا الموضوع، حيل مهم عندي، حيل حيل مهم عندي. هنا طبعا هذه الماسه عشان تشوفونها بس. فاعطوني يا بنات وجهه نظركم، لان وجهه النظر حيل مهمه عندي، حيل مهمه عندي. من هنا كذا هذا الجدار هنا، شوفوا انا ايش فكرت فيه. شوفوا بنات شايفات هذا الجدار، خلاص هذا الجدار انا ايش فكرت فيه؟ فكرت انه هذا الجدار ينحط عليه طاوله الطعام، انا طاوله الطعام ما اريد احطها بالنص ابدا ولا افكر. يعني ممكن واحده تقول لي يا مسار حط دروج كذا وحط دروج كذا عشان المطبخ يتوسع، لا انا اصلا مواعيني كلها طلعتها كثيره، خليت مواعين على قدي، وهنا تحت يكفيني مواعين دروج، ودروج تحت كله دروج يكفيني وزياده، وفوق هنا كله دروج. لكن ممكن احط درجين بعد هنا، لكن هنا شايفين هنا، هنا ودي احط طاوله الاكل. انا اعطيتكم بعطيكم التصميم اخر شيء وبتكلم لكم عليه، طاوله الاكل هنا بحطها بالنص هنا على الجدار هذا عفوا، علشان ما تزحمني المطبخ بالنص، ما ابغى المطبخ ينزحم، فهميني؟ ما ابغى يا بنات المطبخ هنا ينزحم، تصير الطاوله بالنص وتصير الحركه ضيقه، ساره ما تقدر تدخل، بكره البنيه صغيره تجيب كروزتها وعربيتها عندي بالمطبخ، يصير ضيق عليها بسبب طاوله الطعام، لا ودي اني اتوسع. فطاوله الاكل مستحيل احطها بالنص، وعلى اليمين مستحيل احط دروج، ما راح اسوي الحاجه هذه ابدا. بتكتب المطبخ علي، والذبانه هذه جابت لي السخط، استغفر الله، ما بحب الذبان بالبيوت. شايفين؟ ايش رايكم هنا؟ اعطوني رايكم يا بنات، رايكم مهم عندي، مهم مهم الى ابعد الحدود. شايفات؟ رايكم مهم عندي جدا جدا جدا. هنا هذه طبعا راح تركب فوقها رخامه، هنا تركب رخامه فوقها، نفس اللي عندي ببيتي الاول، نفس البار اللي عندي. فانا محتاره، ماني عارفه وش اسوي صراحه، لا اعلم ماذا افعل، انا محتاره. طبعا زي ما تشوفون المطبخ هذا ما هو زي بيتي، بيتي الى هنا، بيتي إلى هنا كذا، هذا سيراميك ومن فوق دهان، هنا لا كله إلى السقف سيراميك. وأنا صراحة ما تفرق عندي نهائيا، سيراميك دهان ما تفرق عندي، لأن إيدي بمطبخي أصلا 24 ساعة، أنتم شايفيني. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، أنا تقسيمة الدروج إلى الفرن أنا ماني عارف وين أحطه، مو الفرن الشواية يا بنات اللي أشوي فيه، لا الفرن السطحي اللي ينطبخ عليه، هذا مهم عندي، لأنه إذا حطيته بمكان سيء بيصير ما يسحب دهون، فهميني؟ يعني بيصير هنا عفوا بيصير يجمع دهون،
لازم تكون عند مروحة الشفط، لازم. ممكن تقول لي يوم صار خذي شفاط، الشفاط اللي يسحب ما هو زي مروحة الشفط هذه، معليش قديمك لديمك، أنا مجربة اثنين، هذه مرة مريحة مرة مريحة. فأنا محتارة وين أسويها، كمان فتحت المكيف، مستحيل إني أسكرها من مكانها، هذا صعب، نقص الجدار صعب. أعطوني خلوني أجي من هنا عشان تشوفون الجدار من هنا، علشان تتصورون المطبخ، لأن الأمر ممكن يكون صعب لكم. شوفوا هنا يا بنات المطبخ كذا، شايفين هذا المطبخ بالشكل هذا، تمام؟ ما عليكم من مكان المغسلة، قلت لكم مكان المغسلة عادي بتتغير، بس أعطوني رأيكم علشان أخذ التصورات منكم بخصوص المطبخ. أرجع كذا رجوع لورا عشان تشوفون. طبعا احنا خلاص كمان اخترنا الفينيل، الحمد لله المطبخ راح ينفرش فينيل، بس قلت لأبو سارة مستحيل اني افرش الفينيل فوق الدهون هذه، مستحيل اني افرش الفينيل عليها، هذه ما تجي بالسبع المذاهب، ما راح اسويها، فلازم هذا الدهون كلها تنشال وبعدين نركب الفينيل. فممكن تقولي واحدة خلاص شطفوه وركبوا الفينيل، لا، بس في دهون هنا لازم تطلع. حلو، فاول شيء البيت قلت لزوجي ينغسل البيت ويتركب المطبخ وبعدين ينحط الفينيل على نظافة. فأعطوني رأيكم بنات، أستنى رأيكم، رأيكم مهم عندي. الله يجزاكم الجنة، أدلوا بدلوكم، خلوني أسمع آراءكم الحلوة وأشوف أنتم مش تقترحون علي يعني، بس أنه رأيكم مرة مهم عندي. الحين تعالوا خلوني أوريكم المخطط حق اللي أنا خططته وصممته، أعطوني رأيكم فيه. أنا مخططة مخطط كذا، بس أنا محتارة شوي بمكان الفرن السطحي، ماني حابة يكون تحت المكيف، حاسة المكيف بيجمع دهون بسرعة برضو، ما أدري، ودي يكون هنا، بس تقسيمة الدروج العلوية هي اللي متعبتني. فأعطوني رأيكم يا بنات، يلا خلوني أوريكم المخطط حقي وقولوا لي وجهة نظركم. صح نسيت أقول، اللي قالوا لي يوم صار بتفصلين مطبخ جديد، لا يا بنات، كيف مطبخ جديد؟ مطبخي نفسه، مطبخي جديد اللي فوق بينفك ويتركب، واللي قالوا النقل يخرب المطبخ، شفتوا المطبخ اللي عندي ترى منقول من بيتي الأول، مطبخ اللي حاليا عندي ترى مو بجديد، ترى منقول من بيتي الأول، أنا نقلته كان جديد ببيتي الأول، نقلوه ببيتي الحالي، والحين يبي ينتقل هنا. الشركة اللي أبو سارة بتعامل معها عشان تفصيل المطبخ حقنا مرة الشركة ممتازة، حيل ممتازة، بس آخر شيء خذلونا بالرخامة لأن الوقت كان ضيق. بس شوفوا قلت لزوجي كل الرخام اللي فوق ركبوا لي آخر شيء ما كان زين، ما أبغى، لا تجيبه. أنا عندي ركن وراء حق الغسيل بحط فيه، بتشوفونه معي، بسوي ركن للغسالة وللمجفف، أنتم بتشوفون معي كل شيء. بس المهم الحين عندي المطبخ، لأنه خلاص اليوم لازم نسلم التصميم، فأستنى يا بنات رأيكم، الله يسعدكم. الحين تقول لي ألغي الشباك، هذه مستحيل أسويها، مستحيل أحط دروج فوق الشباك وألغي الشباك نهائيا، هذه لن أفعلها أبدا، حرام، شباك مهم بالمطبخ، كيف ألغيه؟ يلا تعالوا نشوف التصميم اللي أنا سويته ونختم. ويلا يا بنات ندخل كذا مع باب المطبخ، هذا باب المطبخ وأنا داخلة، تمام كذا بالوجه على طول على الجدار اللي على اليمين، راح تكون طاولة الأكل زي ما أنتم شايفين، الشباك تحته المجلة والدروج من اليسار تبدأ، لأنه على اليمين أنا حابة أحط دروج التوابل، خلاص اللي هي دروج البهارات، حسيت إنه دروج البهارات بعيدة شوي على الفرن مكان الطبخ، لأن أصلاً كنت مخططة إن الفرن يكون تحت، فقلت دروج البهارات فوقها، بس توهتني مروحة الشفط. ناخذكم كذا زاوية يسار شوي، شوفوا على اليسار الزاوية اللي تحسونها مو مضبوطة تحت، ما لكم علاقة فيها، هذه دروج عادية، تمام؟ شوفوا فوق اللي على اليسار الأبيض، هذا المكيف راح يكون، وتحته أنا حطيت الفرن حق الطبخ. خلاص من اليمين ما حبيت احط دروج زي ما قلت لكم علشان دروج البهارات. والطاوله شوفوها على اليمين انا حاطتها علشان ما تسحم علي المطبخ من داخل، قلت طالما مطبخي مو مره كبير لا ما ابغى احط طاوله الاكل بالنص واسحب حالي بس بالدروج، وحنا اصلا ثلاثه والطفله اللي جايه اربعه ان شاء الله، يعني حنا كثار اصلا. هنا على اليسار شوفوا كذا منظر ابعد شوي، هنا يشوف المكيف وتحت المكيف على طول الفرن، وعلى الطاولة راح يكون المايكروويف، بس أنا قلت لزوجي المايكروويف أبغى يقص لي مكان يثبت لي، ما أبغى يكون كذا، يعني أبغى يحط لي درج وندخل داخل الدرج المايكروويف، ما أبغى يقعد على الرخامة زي الوضع اللي عندي حالي، وماني حابة أحطه على الرخامات نهائيا. القولي صرفة يا بنات، وين ممكن أحط المايكروويف؟ على أي جدار ممكن أني أحطه؟
انا ماني عارفه وين احطه، لاني ما ابغى على الرخام، لانه كمان عندي القلايه الهوائيه، والقلايه الهوائيه انا ما استغني عنها وبرضه حطيتها على الرخامه. فلو حطيت الميكروويف وجنب الميكروويف القلايه راح تسوي علي مره زحمه، فهميني زي الحين. فانا ما ابغاها، ابغى اثبت لها مكان للميكروويف وخلاص يقعد فيه، بس ودي بمكان ما يكون على الرخام، ودي مثلا يكون مكان على الجدار. هذا المطبخ كذا وانتم طالعين شوفوه على اليمين، عندكم الثلاجة، هذه الثلاجة، وجنبها الدرج الطويل حق المونة، عرفتوه، حق المقاضي. طبعا الدرج اللي على عفوا الجدار اللي على اليسار، هذا الجدار لازم يكون مفتوح، بس بالتصميم انا ما سويته مفتوح، وفي مساحة ترى بين المدخل وطاولة الاكل. هذا الجدار الرصاصي، نص الجدار هو امريكي لانه مفتوح اصلا ما في شيء. فهذا التصميم كامل يا بنات، شوفوا هذا هو قدامكم، اعطوني رايكم فيه، واذا في بعض التعديلات علموني عليها، خلونا نستفيد من افكار بعض. طبعا زي ما قلت لكم، الجدار اللي على اليمين، مو اللي على اليمين، الجدار اللي على اليسار، انا كذا مقتنعه بالتصميم، بس مشكلتي مع المكيف، مع المكيف والفرن، ومشكلتي كمان مع الميكروويف، وين ممكن اني احط الميكروويف انا ماني عارفه الى الحين. طبعا بتقول لي يا ام ساره الثلاجه بتسد عليك الدرج اللي اخر شيء، لا يا بنات، احنا بنصممها باذن الله تعالى بفتحه حلوه، ممكن كمان اخلي الرخامه مستقيمه الجوة جوا ورا الثلاجه واحط الميكروويف عليها، فهمتوني؟ وهذا شكل المطبخ يا بنات من برا شايفينه، علشان تتخيلون عليه الشكل. بس بجاوب على تعليقين عشان اختم الفيديو. اللي قالوا لي طيب اشتروا بيت جديد واسكنوا فيه، واذا رحتوا للقصيم اجروا هذا البيت ولا جيتوا زياره لاهلكم اقعدوا فيه. والله هذه بطتنا بطت بطن بطتكم. انا اذا نقلت القصيم واشترينا بيت ملك باذن الله تعالى، خلاص لا جيت هنا لسكاكيا. انا ماني جاي لسكاكيا عشان اقعد ببيتي، انا جاي لسكاكيا عشان اقعد مع اهلي. بيت اهلي ما شاء الله 30 غرفه يا بنات، بيت اهلي مفتوح لي دائما وابدا، ما في غير ماما وخواتي فيه، اروح اقعد اقابل الجدران بس، اكيد بقابل اهلي، انا جاي عشان اقابل اهلي. وبيت الملك باذن الله تعالى بيكون بالقصيم. وريتكم انا المخططات اللي هي من دارنا اللي ابو ساره حاطط عينه عليها، اللي يقول حلوه وجميله، اللي انا مريتها. تمام. الشيء الثاني اللي قالوا لي، هذا عاد التعليقات هذه على جنب، اللي قالوا لي طيب ليش تنقلين، اقعدي ببيتك واسكتي. والله يا حبيبتي مالك شغل، قسم بالله انا تعبت واعيد وازيد، كل انسان حر في نفسه. إذا ما جاكي، ممكن أنت من الناس اللي ما تشتغل في بيتها، قاعدة 24 ساعة، لا جاكي وجع ركب، ولا جاكي وجع ظهر، ولا جاكي شيء، وأنا يومياً طالعة راقية نازلة محل أدراج، الحين أنا حامل وبالشهر السادس، ما بقالي شيء أدخل السابع، بقالي يمكن تقريباً 5 أيام وأفوت بالسابع، الموضوع مرة صعب علي، وأنا كل يوم أروح لأمي، وبكرة بإذن الله تعالى أولد، وأشيل بنتي، وأشيل سريرها، ومعاي سارة صاحبتها، وأغراض بإيدي كيف أطلعها، لا الموضوع مرة مرهق. وش اللي جابرني؟ ورب العالمين سخر لي دور كامل تحتي، لا أنقل أكيد، الإنسان يروح للأفضل. واللي يسألوني تحت أوسع ولا تحت أكبر، أنتم بتشوفون الدور اللي تحتي ما في مقارنة بعد مع الدور الفوق نهائيا، أكيد تحت أكبر 100%، أنتم بتشوفون وتحكمون، غرفة غسيل، غرفة ملابس، جناح خاص للملابس، أحواش كبيرة، أنتم بتشوفون كل شيء، مشب خارجي، لا طبعا ما تقارن، أكيد اللي تحت أغلى من اللي فوق أصلا حتى بالسعر. فأنتم بتشوفون كل حاجة بإذن الله تعالى. أما البنات المحترمات الخلوقات المؤدبات اللي يفرحوا لي واللي يفرحون معاي لأي شيء أنزله، يدافعون عني ويتكلمون في ظهري بكلام طيب، الله يسعدكم، هذول المسلمين الصح. مو المسلم إني أشتم أخوي وأغتابه وأسبه وأضحك عليه، هذه أبدا مش من أخلاق المسلمين. المسلمين إخوة، والله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما أدري حديث ولا آية، يقول ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا، هذه آية قرآنية. فأنا أختكم المسلمة، يعني افرحي لي زي ما تفرحين لنفسك، وتمني لي الخير زي ما تتمنينه لنفسك، طالما أني إنسانة ستيرة، إنسانة أخاف الله، إنسانة مستورة، إنسانة محشومة في بيتي، إنسانة عفيفة، أتمني لأختك المسلمة كل خير. وإذا لقيتي أختك فرحانة أو في حاجة سعيدة من فرحتها، ادعي الله سبحانه وتعالى أنه يفرحك زي ما أفرحها. هذه أخلاق المسلم اللي أنا تربيت عليها اللي يعرفها. إذا في أخلاق ثانية عندكم أنا ما أدري وش صراحة. لكن والله العظيم من طلع موضوع حمدي، خلوني ساكتة إلى هذه اللحظة وأنا أقرأ تعليقات غريبة عجيبة بالقناة عندي، وماشية في موضوع البلوك، لأني ما أحب أنزل عقلي صراحة لأحد، ولا أحب أنزل عقلي اللي يعرف أم سارة زين ويدري أم سارة وشي. ما أحب أنزل نفسي لصغار العقول أبدا، دايما فوق، يعني ما أعطي وجه أبدا لهذه الأشكال نهائيا، ولا ألتفت لها، لأنها لا هي من مستواي ولا هي من تربيتي.
لكن المحترمات الخلوقات المؤدبات اللي يعتبروني أختهم ويفرحون لي، الله يسعدكم يا رب، والله يا رب يسخر لكم كل خير، والله يا رب كذا يرزق كل واحدة السعادة اللي تتمناها ويحقق لها يا رب كل حاجة هي تريدها. ما في إنسان خالي بالحياة، كلنا تعرضنا لأشياء مزعجة، كنا تعرضنا لاختبارات، كنا تعرضنا لابتلاءات، بس الثبات الثبات يا بنات، لأن الثبات عزيز. بالليل ما راح أنزل فيديو لأن الحين أبغى أشربه وبحط سماعاتي وبنطلق بالمطبخ، لأني بفضل المطبخ كامل، لأنه خلاص بكرة بإذن الله تعالى يوم فك المطبخ. الله يعين، أحبكم بالله، الله يسعدكم، الله يحفظكم، أشوفكم على خير بإذن الواحد الأحد، استودعتكم الله رب العالمين.